مشروع تعاونية كسكس حادقة بجامعة المفاسيس بإقليم خريبكا كيبقى من المشاريع اللي قدرات تقدم إضافة نوعية لمجموعة من نساء المنطقة، والفكرة كان عندها بعد اجتماعي وإنساني كبير. فكرة إنشاء هذه التعاونية جاء من طرف السيدة الرئيسة اللي هي زور حمداوي الشافعي، اللي هي من منطقة المفاسيس وهي حاملة مشروع كسكس الحادقة. دارت هذا المشروع باش تعاون النساء ديال المفاسيس اللي هما في وضعية صعبة وتخلق لهم واحد الدخل قار وتنمي منطقة المفاسيس. 22 مرأة كتشتغل بالتعاونية اللي كتقدم منتوج طبيعي مختلف حاصل على جائزة السلامة الغذائية ومجموعة من الجوائز اللي كتقرب الجودة دياله. النجاح اللي وصلت لي التعاونية ما جاش بالصدفة، ولكن جا نتيجة بزاف ديال الخدمة باش يتم تجاوز كل المعيقات اللي واجهت نساء التعاونية في البداية. كان عندنا مجموعة من الصعوبات. أول صعوبة اللي لقاتها التعاونية هي التسويق. ثاني حاجة كان عندنا مشكل في الأمبالاج، كان عندنا الأمبالاج عادي. ثالث حاجة كان عندنا المواد الأولية كان الثمن ديالها كيطلع ويهبط، كنا ما ضابطينش ثمن الكيلو، ومع ذلك بقينا متشبتين بالمنتوج ديالنا ودرنا دي فورماسيون وعرفنا ثمن الكيلو كيفاش نضبطوا الثمن. المهم كان واحد النجاح. تنويع المنتجات كان من بين الحلول اللي لقاتها النساء باش تقدر تضمن استمرارية المشروع ديالها، حاجة اللي خلاتهم يقدموا منتجات كتجاوب مع متطلبات السوق. اللي بدينا كنشاركوا في المعارض كنشوفوا المتطلبات ديال المواطن. انا كيسولوا على واحد النوع، مثلا بغيت الكسكسو ديال الشعير اولا الكسكسو ديال الذره اولا الكسكسو ديال العدس اولا ديال الروز. المهم تنبقاو كل معارض كنقيدوا دوك سميتو دوك الاحتياجات ديال المواطنين. البدايه كانت باربعه ديال الانواع، اليوم التعاونيه كتنتج 18 نوع، والتسويق كيبقى عنصر مهم خداتو هاد النساء على عاتقها، وخلى الخدمه ديالها ما محصوراش غير في التعاونيه، الحاجه اللي كتدفعهم باش يخرجوا ويحاولوا يلقاو زبناء يقنعوهم بجوده المنتوج ديالهم. تندوا دوك المنتوجات كنشرحوا لهم بان هذا الكسكسو راه طبيعي تقليدي خالي من المواد الحافظه، مفتول بطريقه تقليديه ومنشف بطريقه تقليديه. المهم تنبقاو على الكليان حتى نقنعوه، وديك الساعه تيقول لك مرحبا جيبوا لنا سميتو جيبوا لنا هذا الكسكسو. الحمد لله هذا المنتوج عرف تطور كبير، ودرنا شراكه مع الاسواق الكبرى وسوق نموذجي بالدار البيضاء وشركه. مشروع كسكس حادقة سمح بتحسين الأوضاع الاجتماعية لهاد النساء، الشي اللي كيخليهم يخدموا من قلبهم المنتوج اللي ما بين يديهم. الصورة النمطية اللي كانت على هاد النساء تغيرت وقدروا يرسموا صورة جديدة. المرأة كتشتغل، كتطمح، قادرة تحقق استقلالية مادية وتكون فاعلة في المجتمع اللي كتعيش فيه. صلي وعلى نبينا صلي.